هبة عجابة، اسم عملي Floating Fragments، عملي عمل تركيبي قائم على فكرة الأحلام والعالم الموازي، هو موجود بمساحة بمتحف جامعة بيرسيت. أنا فؤاد اليماني، طالب خريج جامعة بيرزيت، تخصص فنون بصرية معاصرة. عملت مشروع التخرج واللي بيحكي عن الممارسات اليومية اللي بتأثر على المظهر الخارجي للأفراد، وتحدثت وطرقت لموضوع التفتيش والاعتداء على خصوصية الأفراد من خلال التفتيش من قبل العناصر الأمنية أو السلطات بشكل عام. أنا اسمي لانا زيدان، أنا طالبة في جامعة بيرزيت في قسم الفنون البصرية، وعملي هن بحكي عن المشاعر اللي الواحد بحس لما يكون محجوز جوا الدار لفترة طويلة، وكمان بحكي عن الحالة الإنسانية والمشاعر الملل والأسى، وكمان عن الجماليات في الحياة اليومية. اسمي أشواق حامد، بدرس فنون بصرية معاصرة بجامعة بيرزيت. مشروع تخرج بعنوان تشقق الإسمنت حولي فسمعت صوتا، حيث تم طرح العديد من التساؤلات حول موضوع المرأة والطبيعة، حيث تم الربط بينهم. بتجسد مشروعي بعمل فيلم أنيميشن وأعمال تركيبية على الجدران. اسمي منار العزة، طالبة في كلية الفنون سنة رابعة. مشروعي النهائي هو عبارة عن installation بعنوان Up Close Not Personal. العمل بشكل عام بجسد تجارب شخصية، تساؤلات مريت فيها ولسه بمر فيها،